طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بالعناوين. من موقع الموقع بوست 214 نقطه تفتيش تفصل بين صنعاء وعدن. ومن المشاهد نت ميليشيا الحوثي تتاجر بالاثار اليمنيه في السوق السوداء. مجلة بريطانية متخصصة: الدولة الاتحادية في اليمن أفضل من الانهيار الفوضوي. ومن القدس: ترامب يمنع مارادونا من دخول أمريكا بعد أن وصفه بالدمية. أهلا بكم. المسافة بين صنعاء وعدن تطول ليس بفعل حركة الأرض ولكن بفعل المسيطرين على هذه الأرض. وفقا للأمم المتحدة فإن 214 نقطة تفتيش تفصل بين صنعاء وعدن. هذا ما قاله الموقع بوس نقلا عن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفو زاغارايا، حيث كان يتحدث عن صعوبة إيصال المساعدات من الأمم المتحدة للسكان، مضيفا أن هناك قلة في عدد تصاريح المرور الممنوحة لمنظمة الصحة العالمية، كما أفاد عن وقف عمليات الأمم المتحدة في الجزء الجنوبي من البلاد حاليا، ولكننا نأمل في استئنافها في غضون يومين أو ثلاثة. وتقدر منظمة الصحة العالمية وجود 30,000 مريض جديد بالسرطان في اليمن كل عام، فيما سجلت 10,500 حالة جديدة خلال العام الماضي، ولم تحصل سوى 40% من الحالات على العلاج بشكل كامل ومناسب. عن الصور التي تم تداولها بشكل كبير دون الإشارة إلى مكانها، كونه غير مهم طالما أن ميليشيا الحوثي قد جعلت المدن مثل بعضها في تقديم قرابين الموت. ويعنون موقع سبتمبر نت: الميليشيا تقيم معارض صور 1300 قتيل من عناصرها من أبناء محافظة إب. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقامت معارض صور لمئات القتلى الذين زجت بهم في جبهات القتال من أبناء محافظة إب، وكشفت عن حجم خسائرها الكبير في الجبهات خلال السنوات الماضية من الحرب. وبحسب مصادر محلية فإن محافظة إب من الميليشيات الحوثية عرضت صور 1300 قتيل من أبناء محافظة إب بعد استقطابهم خلال السنوات الماضية وزجت بهم في الجبهات وعادوا صورا داخل صناديق خشبية. وأكدت المصادر أن أغلبهم من الفئة العمرية ما بين 12 إلى 18 من الذين غررت بهم الميليشيا وزجت بهم في الجبهات، وأن هذه الأعداد من صور القتلى ما هي إلا القليل، وما خفي أكثر من هذا العدد بكثير. جنايات الحزب الواحد عربيا. تحت هذا العنوان كتب أنور الجمعاوي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا: لم يكن في مقدور الأنظمة الفردانية العربية أن تسود وتستمر تاريخيا لولا وجود حزب حاكم يسندها ويتولى استقطاب الناس وتوجيههم بطريقة ديماغوجية نحو القبول بهيمنة النظام القائم والتشريع له على كيف ما. فالحزب الواحد يتلبس بجميع أجهزة الدولة الحيوية ويتمدد داخلها ويسيطر على مراكز النفوذ فيها، ويتمتع بصلاحيات كثيرة وامتيازات عديدة، ويشرف على تسييره أعضاء متفرغون يتقاضون أجوراً خيالية مقابل أدوارهم في بث الوعي الزائف المتمثل أساساً في تلميع واجهة النظام وتسويق سياسات الدولة الشمولية وتبرير ممارساتها القامعة. لذلك كان الحاكم العربي المعاصر سخياً في الإنفاق على مؤسسات الحزب الحاكم، ولا يرى حرجاً في تمكينه من الأملاك العامة وإغداق الملايين على أنشطته في الداخل والخارج وتأمين إفلاته من الرقابة والمساءلة والمحاسبة. وذلك راجع إلى أن الرئيس يرى في الحزب الواحد حصنه المنيع وأداته الطول الضامنة لاستمرار مشروع استبلاه الجموع واحتكار السلطة. فبقاء الرئيس من بقاء الحزب وتراجعه شعبياً ينعكس بالضرورة على كينونة الرئيس. ففي اليمن اعتلى صالح حزب المؤتمر الشعبي العام ليضمن بقاءه في الحكم وليستجمع القبائل من حوله،
فخاض باسم الحزب معارك سياسية وحروبا أهلية طاحنة أربكت السلم الاجتماعي واستنزفت مقدرات البلاد وفتحت الباب للتدخل الأجنبي. قالت مصادر أمنية في محافظة مارب إن القوات الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية حوثية، وبحسب المصادر فإن قوات الأمن قامت بمداهمة أحد المنازل بعد عملية رصد دقيقة لأعضاء الخلية، وضبطت القوات كافة أعضاء الخلية. وقالت المصادر لموقع الصحوة نت إنه تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة من مادتي TNT ومادة السيفور لدى أفراد الخلية الحوثية. وأشادت المصادر بتعاون المواطنين مع قوات الأمن في رصد وتتبع كل من يسعى للمساس بأمن الوطن والمواطن. ويتابع الموقع تشهد مدينة مأرب استقرارا أمنيا كبيرا، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط عشرات الخلايا المرتبطة بميليشيا الحوثي الانقلابية قبل تنفيذ عملياتها الإجرامية. وجه قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي نداء إلى أتباع ميليشيات الحوثي الانقلابية من أبناء تعز الذين يقاتلون في صفوف الميليشيا بسرعة تسليم أنفسهم لقوات الجيش الوطني لتأمين حياتهم، مطالبا أبناء المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بعدم التعاون مع الانقلابيين أو مساعدتهم ضد الجيش الوطني، موضحا لمن أسماهم المغرر بهم أن عليهم سرعة تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان ويضمن لهم الجيش الوطني سلامة حياتهم، ومشددا أن من سيثبت تعاونه مع الميليشيا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وفي النداء الذي نشر في عدد من المواقع الأخبارية بينها التغيير نت، أشاد الحمادي بالفرق الهندسية التابعة للواء 35 مدرع على الدور البطولي الذي كان له الدور الحاسم في تقدم قوات الجيش الوطني وتحرير مديرية الصلو بالكامل، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعمل حاليا بجهود مضاعفة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرقات العامة ومداخل القرى وكذا منازل ومزارع المواطنين في مديرية الصلو التي حررها الجيش قبل أيام كي يتسنى للمواطنين العودة إلى منازلهم. مؤلفة كتاب هز القصبة الغضب والثورة في العالم الإسلامي روبين رايت كتبت مقالا أعادت صحيفة الغد ترجمته ونشره وقالت في أجزاء منه: في أيار مايو الماضي وعلى غداء عمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض، تعهد الرئيس ترامب بالتوسط في الوصول إلى المرحلة النهائية والمراوغة من عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأعرب الرئيس الأمريكي الجديد عن رأيه بأن العملية بصراحة ربما لا تكون بالصعوبة التي اعتقدها الناس على مدى السنوات. وقال ترامب إن لدى إدارته فرصة جيدة جدا جدا لإتمام العملية. وقال لعباس: أعتقد بأنك تشعر بالطريقة نفسها. ورد الرئيس عباس: لدينا أمل. وامتدح ترامب لشجاعته وضيافته وحكمته وقدرته التفاوضية. بينما يشهد ترامب مضي عام على وجوده في المنصب، تتعثر سياسته الخارجية الطموحة الخاصة بأكثر مناطق العالم سخونة في العالم. وكانت عملية السلام العربية الإسرائيلية التي تعد أقوى مبادرات الرئيس قد انفجرت الشهر قبل الماضي بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وقال عباس في ثورة غضب أثناء كلمة له استغرقت ساعتين يوم 14 من كانون الثاني يناير: اليوم هو اليوم الذي تنتهي فيه اتفاقيات أوسلو. لن نقبل أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً بعدما فعلوه معنا. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ما كان قد وعد بأنه صفقة القرن تحول إلى صفعة القرن. كانت لدى ترامب 4 أهداف في الشرق الأوسط عندما جاء إلى البيت الأبيض، والتي تبدأ بإعادة تحريك عملية السلام. الآن بعد مرور سنة على بدء رئاسته، تواجه عقيدة ترامب من التحديات في الشرق الأوسط أكثر من تلك التي كانت موجودة عندما أدى اليمين الدستورية يوم تنصيبه ليكون الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أن جماعة الحوثي تقوم بالمتاجرة بالآثار اليمنية في السوق السوداء. وفقا للمشاهد نت، فإن ذلك جاء خلال مشاركته في إطلاق القائمة الحمراء للآثار اليمنية
معرضة أو المعرضة للسرقة والبيع في السوق السوداء للآثار التي عقدت في متحف المتروبوليتان في نيويورك بمشاركة المنظمة الدولية للمتاحف ووزارة الخارجية الأمريكية. وأشاد اليماني بالجهود الدولية لحماية الآثار اليمنية ووقف العبث الذي تمارسه الميليشيا الحوثية الإيرانية في الإتجار عبر السوق السوداء بتراث الشعب اليمني وحضارته. وأشار إلى توصية ستصدر عن مجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة باليمن تحت منظمة اليونسكو لإصدار بيان لكافة المزادات الأثرية والمتاحف الدولية للتحذير من خطورة بيع الآثار اليمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر الموارد الممكن تحصيلها من عمليات متصلة ببيع التراث الثقافي اليمني لتمويل الجماعات المسلحة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات. الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من محافظة الجوف. أهلا بكم. ناقشت صحف عربية تطورات الأزمة في اليمن بعد أن ساد هدوء نسبي في مدينة عدن، ووصل وفد سعودي إماراتي إلى المدينة في محاولة لدعم وقف إطلاق النار. وتساءلت صحف ما إذا كان هذا الهدوء النسبي سيدوم. يقول عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم اللندنية: مثلما أسست بريطانيا دول فوق آبار نفط في الخليج، فإن هذه الأزمة ستتمخض عن دول وأعلام على طريقة المدن الرومانية المتناحرة، وقد تلعب عدن دور بيزنطة في أفضل الأحوال. ويربط رئيس تحرير الصحيفة بين أحداث 13 من يناير عام 1986 في عدن التي شهدت صدامات دموية بين جناحي الحزب الاشتراكي الحاكم، وانتهت بمجزرة راح ضحيتها عدد من أعضاء المكتب السياسي، وبينما هو حاصل الآن. وكان عطوان قد حضر إلى عدن عقب أحداث يناير وزار السجون التي تضم سجناء الأحداث، وقال إنه يتذكر أنه كان فيها مكتبات مزدحمة بالكتب ولكنها من نوع وأيديولوجية واحدة، وهي كتب ماركس والأيديولوجية الماركسية، ونادرا ما تجد كتابا مختلفا حتى لو كان عن الطبخ. يواصل رئيس التحرير القول: سألت أحد المعتقلين لماذا أنت هنا؟ قال بلهجته اليمنية المحببة: والله لا أعرف، أنا ضابط مدفعية بحرية. قالوا لي: اقصف منزل ربيع علي الرئيس الأسبق، فقصفته ودمرته من القذيفة الأولى، فمنحوني وساما ورتبة جديدة. وقالوا لي هذه المرة: اقصف منزل عبد الفتاح إسماعيل، فقصفته وحرقته فاعتقلوني وحكموا علي بالإعدام. ويضيف عطوان: لا نفهم لماذا يتدهور الأمن ومعه الظروف المعيشية في مدينة عدن وباقي مدن الجنوب الأخرى، طالما أنها تحررت وباتت تخضع لسيطرة تحالف يعتبر الأغنى عربيا وعالميا، ويملك أحدث الأسلحة وعشرات الآلاف من القوات من حوالي 10 دول عربية. تعتقد مجلة الإيكونوميست البريطانية أن اليمن انجرفت بشكل حتمي نحو تفكيك البلاد، ولن يستطيع الرئيس اليمني ولا المجلس الانتقالي وقف هذا الانجراف في الجنوب. وفي تقرير للمجلة فإن عدن كانت مدينة مثالية، لكنها وفي الليالي الماضية اختلطت أصوات الانفجارات والقذائف والنار بالألعاب النارية في ليلة فوضوية من الصراع والاحتفال، وهي مدينة اليمن الثانية التي تحاول الاستقلال عن المسؤولين الشماليين، واختلطت أصوات الدبابات بهدير القذائف. وأشارت المجلة حسب ترجمة ليمن مونيتور إلى أن جنود الإمارات انضموا
إلى الفوضى وأمروا المدفعية بقصف المواقع الموالية للحكومة بالرغم من كونهم دخلوا اليمن لحمايتها ما يمثل خطرا كبيرا. وتشير معلومات المجلة إلى أن الحماية الرئاسية تسيطر على تلة صغيرة فقط، لكن مقرات الحكومة وميناء الحاويات والمصفى كانت كلها تحت سيطرة الحزام الأمني وهي قوات مدربة ومسلحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضيف المجلة أيضا وفق ترجمة يمن مونيتور، فكما أن أمراء الحرب الجنوبيين لن يسلموا للاستقلال الذاتي الذي يديره الزبيدي، وكما ترغب عدن في الانفصال عن الشمال، فإن العديد من المدن الجنوبية تتوق إلى الاستقلال عن عدن. وتتابع المجلة، يأمل الحضارمة بأن تكون المكلا عاصمتهم الإقليمية إذا ما تم الانفصال عن عدن، وبالمثل تريد المهرة شرق حضرموت أن تخرج بدولة أخرى، وقد تكون الوحدة اليمنية والدولة الاتحادية أفضل من الانهيار الفوضوي. عازف الأكورديون السياسي تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في صحيفة الخليج متحدثا عن أحد أوجه العمل السياسي السائدة اليوم، ويضيف: استخدم مصطلح عازف الأكورديون سياسيا وعلى نحو مجازي للتعبير عن استراتيجية الاحتواء المزدوج والتي كان هنري كيسنجر من أبرز منظريها، والمثال الذي جسد هذه الاستراتيجية باعتراف كيسنجر نفسه هو الابتزاز المزدوج للنظام العراقي السابق والأكراد. وحسب اعترافه، فقد ضغطت الولايات المتحدة على نظام صدام حسين في سبعينيات القرن الماضي من أجل فك الاشتباك بعد حرب أكتوبر عام 1973. وهناك من الكتاب الأمريكيين من أسسوا لانتقادهم سياسة جورج بوش الابن على نظرية الاحتواء التي قدمها أحد الاستراتيجيين في عهد الرئيس ترومان. والحقيقة أن استراتيجية العزف السياسي بواسطة الأكورديون غالباً ما انتهت إلى اعتصار الخاصرتين معاً، تماماً كما حدث للنظام العراقي والأكراد في سبعينيات القرن العشرين. والآن تمارس الإدارة الأمريكية هذه السياسة لكن بأساليب غير مباشرة، بحيث يجري استثمار الأزمات واتخاذ موقف معلن يكون على المسافة ذاتها من كل الأطراف، وذلك تمهيداً للعزف المزدوج الذي يخرج بحصيلة من الغنائم على طريقة المنشار الذي يأكل جذع الشجرة صاعداً وهابطاً. وهناك نمط من الأزمات لا يختلف عن المادة الخام التي يجري استثمارها وتصنيعها في مناجم العالم الثالث، لهذا هناك متخصصون في هذا الفقه الذي يسعى إلى اصطناع الأزمات في حالة عدم وجودها. ورغم ما يبدو من اختلاف بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة خصوصاً ما جاء به ترامب من مفاجآت، إلا أن هناك ما يشبه الثوابت التي قد تبدو متحركة تبعاً للأساليب والأداء وتغيير الأقنعة. وهناك استراتيجيون أمريكيون يقررون في مختلف المناسبات أن واشنطن بمقدورها حل أزمات كثيرة قبل أن تتفاقم وتشيك على الانفجار، لكنها تحاول قدر الإمكان استغلالها وإيهام الأطراف المتنازعة بأنها الحليف. وقد مارست الولايات المتحدة هذا العزف سياسياً واقتصادياً لعدة عقود، لكن بإيقاعات مختلفة وأداء يراوح بين المخفي والمعلن تبعاً للظروف. ومن أهم الدوافع لممارسة هذا العزف جعل المصالح في رأس قمة الأولويات. نوع مختلف من التضامن الإنساني العالمي مع شعوب البلدان النامية ومناطق الصراعات تطبقه منظمة بلجيكية من خلال الموسيقى بالذات، كما تقول العرب الجديد، إذ ترسل إليهم آلات موسيقية أعيد تأهيلها من خلال جمع الآلات الموسيقية من كل أنحاء أوروبا وإصلاحها وإرسالها إلى بلدان نامية أو المناطق التي تشهد صراعات. وتحت عنوان صندوق الموسيقى أداة للسلام والتنوية، أضافت الصحيفة، منظمة صندوق الموسيقى البلجيكية تسعى إلى المساهمة بطريقتها الخاصة في التنمية الثقافية والاجتماعية لمواطني تلك البلدان وسكان تلك المناطق. وسط مدينة مارش أون فامن جنوبية بلجيكا صار مقر صندوق الموسيقى من أعمدة المدينة بعدما اختارت المنظمة حتى رحالها في ذلك المبنى منذ عام 2013. تلك الآلات التي أتت من كل أنحاء أوروبا يفحصها خبراء برئاسة كريستيان بريتمان قبل أن تصير صالحة للاستخدام من جديد. وقال كريستيان للعرب الجديد
إن آلات عدة تصلنا بانتظام. في البداية كان المانحون من دائرة معارفنا المقربين، أما اليوم فنحن لا نعرف عنهم شيئا، مضيفا أن بعض الأشخاص صاروا يدرجون صندوق الموسيقى على قائمة الزفاف الخاصة بهم لحث العائلة والأصدقاء على منحنا دعما ماليا. وزير بريطاني يتقدم باستقالته لتأخره 60 ثانية، عنوان لصحيفة الشرق الأوسط قالت في تفاصيله. بعد وصوله متأخرا 60 ثانية فقط عن إحدى جلسات البرلمان البريطاني، قرر وزير التنمية الدولية مايكل بيتس تقديم استقالته على الهواء، معتبرا أن الاعتذار عن هذا التأخير لن يكون كافيا، إلا أن رئيسة الوزراء تريزا ماي رفضت استقالة الوزير واعتبرت أن الأمر لا يستحق. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقد وصل بيتس إلى البرلمان البريطاني متأخرا عن جلسة استماع، وأثناء غيابه قام مجلس اللوردات بتوجيه أحد الأسئلة له، إلا أنه لم يكن موجودا للإجابة عنها، وهو الأمر الذي أحرج بيتس فور حضوره. اعتذر بشدة عن عدم وجوده للإجابة عن هذا السؤال، وأشار إلى أن اعتذاره هذا ليس كافيا وأنه قرر الاستقالة. استقالة بيتس أصابت الحضور بالذهول والصدمة، وتعالت أصوات اللوردات وهم يصيحون لا، وحاول بعضهم إثناء الوزير عن قراره، إلا أنه رفض وأصر على الانصراف. وبعد انصرافه قامت واحدة من أعضاء مجلس اللوردات بالحديث معربة عن صدمتها من استقالة بيتس، قائلة إن اعتذار الوزير كان كافيا جدا، لقد كان تأخره خطأ بسيطا جدا يمكن لأي منا أن يقع فيه. من جهته قال متحدث باسم رئيسة الوزراء تريزا ماي إن ماي رئيسة الوزراء التي كانت في رحلة إلى الصين رفضت استقالة الوزير، واعتبرت أن الاعتذار كاف والأمر لا يستحق. في أخبارها المنوعة تقول صحيفة القدس العربي، ترامب منع مارادونا من دخول الولايات المتحدة لوصفه بالدمية. وقالت الصحيفة إن السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية رفضت السماح لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا دخول بلادها. وخلال الساعات الماضية اهتمت وسائل إعلام عالمية بالخبر الذي أوردته وسائل إعلام محلية في الأرجنتين، بعد أن كشف محامي مارادونا طلب موكلي الحصول على تأشيرة دخول فيزا للولايات المتحدة فرفض رغم استيفائه لكل الشروط، وذلك بعد أن وجه سبابا لترامب واصفا إياه بمجرد دمية خلال مقابلة على قناة محلية. وأوضح مورلا المحامي أن السفارة الأمريكية في الأرجنتين خاطبت مارادونا عند رفض تأشيرته: دييغو إذا سمحت لا تتحدث عن الولايات المتحدة. من بين المآسي ومن وسط الأحزان تنتقل عدسات المصورين لتصل إلى مظاهر مختلفة تماما في أماكن بعيدة عن معاناة الروهينجا، إلى مواكب الاحتفالات العسكرية ومواكب السياسة. تجمع كل هذا كاميرا صحيفة الجارديان، نتابع الصور. في هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، دمتم بخير.